حياكم الله من جديد مشاهدينا في برنامج 7 لـ7. وصلنا اليوم لآخر أيام من فترة التصويت المبكر واللي كان من تاريخ 1 لـ3 أكتوبر لانتخابات المجلس الوطني 2019 واللي استمر لمدة 3 أيام متتالية. والحين اسمحوا لنا نرحب بضيفتنا في الاستديو من المرشحين للمجلس الوطني الاتحادي الدكتورة هنادي ناصر السويدي، مرشحة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 عن إمارة الشارجة. أهلا مرحب فيك دكتورة هنادي. حياكم الله ومشكورين على هالاستضافة لو إنها في الأيام الأخيرة. لكن الحين انتهينا من التصويت المبكر. نعم. ولكن في تصويت آخر يوم الانتخاب الرئيس، يوم الانتخاب اللي هو يوم السبت إن شاء الله تعالى، اللي هو التصويت يكون من الساعة 8 الصبح في مراكز الاقتراع الرسمية المحددة. نعم. في كل إمارة إن شاء الله. دكتورة هنادي، لاحظت وجود شعار حاططنا على يمينك. صحيح، شوفوا خبرينا عنه أكثر. حقيقة قبل ما أبتدي بالشعار، يمكن اللي بقوله لعلاقة بشعاري. نعم. أني أنا أقول اليوم وصل طموح الإمارات. صحيح، وصل هزاع المنصوري. طبعا هذا أنا أقول نستشرف المستقبل بطموحات شعب. نعم. وأقول شكرا حكومة الإمارات، شكرا مركز محمد بن راشد للفضاء، شكرا هزاع المنصوري، وصلت بطموحاتنا الفضاء، مو بقول عنان السماء. فأنا يعني أستشرف المستقبل بهذه الإنجازات، وأنا شعاري في الحملة الانتخابية بكم نستشرف المستقبل. الحمد لله، إن شاء الله أكيد كل التوفيق لك دكتورة هنادي. خبرينا عن القيم اللي ركزتي عليها في برنامجك الانتخابي. أنا يمكن برنامج رقمي الانتخابي 587. نعم. فعندي 5 محاور، 8 قيم أخدم فيها الإمارات السبع. نعم. بناء على رقمي الانتخابي. جميل جدا، وظفتي الرقم. صحيح، على حسب البرنامج الانتخابي. نعم. بخصوص القيم، بنبتدي من النص رقم 8. عندي 8 قيم، اللي هي المواطنة والتميز والابتكار والشغف. نعم. أتوقع إحنا لامسنا هالشيء خلال أسبوع. نعم. من انطلاق هزاع في الابتكار والتميز، هذا واحد، في المواطنة، في المواطنية اللي شعر فيها شعب. صحيح. دولة الإمارات، بالإضافة إلى الوطن العربي، أيضا الشغف، في كيف يكون عندنا شغف في العلم والابتكار والتميز والعمل. صحيح. فنبغي يعني هاي الأشياء كلها تكون موجودة عندنا، في نزرعها في عيالنا والمستقبل إن شاء الله تعالى. نعم. بقية القيم عندي اللي هي العدالة، التمكين، الإيجابية والشفافية. نعم. أتوقع هذه القيم جميعها إحنا نتطلع إليها، وأيضا هي موجودة عندنا في الخدمات الحكومية، لأن أنا رؤيتي حكومة ريادية محليا وعالميا. نعم. والرسالة هي استشراف خدمات حكومية مبتكرة لسعادة ورفاهية المواطن. نعم. في المحور الأول لبرنامجك الانتخابي ركزتي على موضوع اللي هو التوطين والتوظيف. صحيح؟ صحيح. خبرينا أكثر عن هذا المحور بتفاصيل أكثر. حقيقة بخصوص توطين التوظيف، وهي بمعنى أن نسعى إلى توطين مجمل الوظائف في الوزارات، بحيث أن تشغل من 90% إلى 95% من خلال وضع استراتيجيات كثيرة في تدريب المواطنين، من خلال ربط خطط العمل باستراتيجيات وخطط التنمية الشاملة اللي موجودة في الدولة. بمعنى أن لما تكون عندي خطط خاصة بالتعليم، من حيث أني أنا أكون عارفة عدد الخريجين من الصف الثاني عشر وعارفين مسارهم التعليمي في التعليم العالي، وبالتالي هناك سوق عمل مطلوب، هذا بحد ذاته أنا عندي خطط تنمية شاملة. لكن لما الطالب ما يلقى مثلا التخصص، أو عدم كفاية مثلا التخصصات أو الجامعات لاستقطاب الطلبة، هني يكون عندنا خلل. أيضا بخصوص أنا أدرب الطلاب بعد تخرجهم من الجامعات على متطلبات سوق العمل، من خلال التدريب الميداني اللي يعطيهم الخبرة. أيضا أني أحسب للطالب الخريج بعد بدل ما يجلس في البيت 2 3 سنين، يأخذ ساعات تطوعية تحسب له. نعم. تحسب له وتساعده في عملية التوظيف. نعم. دوم يوم يكون الشخص يفكر في نجاح، يكون الداعم الأول هم الأسرة والسند له، واللي يعطونا هذه الدفعة للأمام دوم. صحيح. ركزتي في المحور الثاني على الأمان الاجتماعي والأسري. صحيح. خبرينا أكثر عن هذا الموضوع. حقيقة أنا أقول لك، أي مجتمع ناجح حتى يعطي بحاجة إلى تحقيق
الاستقرار الأسري والاجتماعي. نعم. إذا الأسرة أنا مستقرة في وظيفتها، في عملها، عندها استقرار نفسي، شيء بديهي راح تساهم هذه الأسر في نجاح المجتمع. نعم. فمن ضمن المحاور الفرعية في هذا المحور الرئيس قضية انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وقضية انتشار أمور إحنا بحاجة للحد من الجانب السلبي منها من خلال التواصل مع الجهات المعنية في هذا الموضوع. نعم. النقطة الثانية، أوفر الأمان الأسري للمرأة العاملة من خلال تمديد ساعات الرضاعة من 4 شهور إلى العام. أيضا أوفر للمرأة العاملة اللي هي الدوام المرن، يعني مثلا احنا نعرف كل ام تحاتي عيالها بدايه الدوام الصبح، ما تحاتي بصمه او دوام او كذا، لما يكون عندها دوام مرن هي اللي توصلهم المدارس. صحيح. فبالتالي لما ترجع دوامها وهي ما تحاتي بدون اي حوادث مروريه بدون اي شيء، بالعكس انا وفرت نوع من الامان والاستقرار الاسري. صحيح. فانا دائما اعرف ان الام هي المحور الرئيس في الاسره، واحنا محتاجين الى تمكينها في العمل، وطبعا احنا شيوخنا ما يقصرون في هالمجال في تمكين المرأة وتوفير الدعم لها، والدليل دعمهم في المجلس الوطني الاتحادي في تخصيص 50% من كراسي المجلس الوطني الاتحادي للمرأة. المتقاعدين والثروة الوطنية من منظور وببرنامج الانتخابي للدكتورة هنادي السويدي شو كان؟ بخصوص انا اعتبر المتقاعد ثروة. نعم. ليس خروجه من الوظيفة هو عبارة عن خسارة، وإنما نحن بحاجة إلى استعادته والاستثمار الأمثل لهذه الكوادر الوطنية. نعم. من خلال استثمار كوادرهم من مبادرة عطاء لا ينطب، هذه المبادرة أني أستفيد من خبرات المتقاعدين في شتى المجالات في كل الوزارات، في أني أستفيد من أنهم يدربون لي الموظفين الإداد الخريجين الجدد، بدال ما أجيب أنا مدربين من خارج الدولة، بالعكس أستفيد من المتقاعدين في أنهم يوفرون لي التدريب المناسب التريننج داخل الدولة. بالعكس ما راح يكلفني شيء، مجرد ساعات مقتطعة مثل ما نقول بارت تايم جزء، بالإضافة أستخدمهم كخبراء واستشاريين نستفيد من خبراتهم في جميع الوزارات. نعم. اتطرقتي لموضوع الصحة المستدامة في برنامجك الانتخابي، خبرينا أكثر عن هذا المحور. عفوا بس ذكرت نقطة بخصوص المتقاعدين. تفضل. في أن نحن بحاجة أن نربط راتب المتقاعد بأي زيادة تطرأ على الرواتب الثانية. صحيح. لأن غلاء المعيشة نلاحظ الكل يعاني من غلاء المعيشة، بس لكن مثل ما تطرأ زيادة في الراتب الاتحادي أيضا تطرأ زيادة في راتب المتقاعد. نعم. بحيث نكفل حياة ورفاهية في المجتمع. صحيح. حق الصحة المستدامة. الصحة المستدامة. نعم. بخصوص المحور الرابع الصحة المستدامة، أنا تعمدت يكون صحة مستدامة. نعم. أنا أنت أخت مروة كنا. نعم. محتاجين إلى صحة. صحيح. لأن الإنسان ممكن يمرض أي وقت، مو بشرط. نعم. بعد 60 سنة، لا، ممكن أنا أمرض، زوجي يمرض، ابني، أمي، أي حد في العائلة ممكن يمرض، فبالتالي أنا محتاج إلى نظام صحي بناء على المعايير العالمية من خلال وجود كوادر فنية وطبية مواطنة. بمعنى أنا أقول لك أستاذة مروة، إحنا مثلا في المستشفيات في مجال الأشعة الإماراي الإكس راي سيتي سكان محتاجين كوادر وطنية، وخاصة الحريم مثلا بتقول لا أنا ما أبغي ريال يسوي لي، فمحتاجين نستثمر الخريجين المواطنين في هذه التخصصات الفنية وندخلهم فيها. أيضا تطوير المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية بحيث تكون في مصاف المعايير. نعم. العالمية. أيضا التأمين الصحي للموظفين في الوزارات الاتحادية، الموظف المواطن محتاج يكون هناك تأمين صحي حتى يكون أمان صحي للموظف ويكون أمان أثناء عمله، في أمان وظيفي واستقرار وأيضا أمان صحي. نعم. خبرينا عن موضوع ابتكار المستقبل والريادة. أتوقع إحنا نعيش هذه الأيام ابتكار المستقبل والريادة، إن نحن نخرج أجيال واعدة من خلال روح الإبداع والابتكار. أتوقع اللي صاير الحين بالذات اليوم وصول هزاع المنصوري، نلاحظ هذا اللي تنادي فيه دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال ربط مناهجنا وأيضا زرع وبناء العقول بالابتكار والرؤية للمستقبل من خلال ربطها بالاستراتيجية الوطنية للابتكار، أيضا
وربطها بمئوية الإمارات لعام 2071. أيضا إحنا محتاجين أن يكون عندنا وطموح يكون عندنا بنك للموهوبين والمبدعين والمبتكرين، بحيث تكون في سياسة موحدة على مستوى اتحادي لجميع الموهوبين والمبدعين. نعم. تكون أسماءهم موجودة بحيث أن احنا نستثمر من قدراتهم ومواهبهم. نتمنى لك أكيد كل التوفيق دكتورة هنادي ناصر السويدي، مرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 من إمارة الشارجة، أو عن إمارة الشارجة. نورتينا اليوم في برنامج 7 على 7.